والآن راح نتعرف على خياطتنا زينب وهي من البصرة. زينب أم علي هي أرملة وعندها 2 أطفال، تسكن مع أخوها وأختها اللي هي أيضا أرملة واللي أيضا عندها أطفال 2. إذن 2 خوات أرملات يعيشون في بيت أخوهم، هو المعيل الوحيد لهم وهو عنده عمل بسيط جدا وهو يعمل إسكافي، ودخله اليومي أكيد محدود لكون العمل أكيد هو يعني محدود بهالفترة وبهالزمن هذا. جعفر هو الأخ سعى لمساعدة أخته لأنه قدم طلب لبرنامج خيوط الخير، ويأمل أنه هالبرنامج يمد يد العون لأخته حتى تكون واحدة من المشتركات في البرنامج. احنا راح يعني نشوف التقرير وان شاء الله نتصل بها. انا اشتغل سكافي وماكينتي تعبانة وعندي خوات 2 وعدم جهال، وأنا زوجتي متوفية وهم عندي أطفال أيتام وأنا غايم بعيشتهم الطرفين، يعني خواتي وجهالي. عيشتنا يعني على الله وعلى أخوي، أخوي معيشني أنا وأختي، إحنا أرامل 2، أختي عيتها 2 أطفال وأنا عندي 2. أيوة أخوي جعفر معيشني الحمد لله. وشفتوا ماكينتي شلون تعبانة وقاعد بالشارع وما أعرف يمتى يقوموني من هذا البطان. أنا زينب أم علي خياطة، كنت أخيط يعني، وكانت ماكينتي تعبت وبعتها، أتمنى أرجع مرة ثانية أصير خياطة وعندي ماكينة. قالوا اكو مكتب بالبصره تابع للشرقيه خيوط الخير، فقلت بلكت الله حصل لي شغله لاختي مال خياطه وعسى الله يسهل امرنا ويساعدني بالمصرف البيت وان شاء الله فرجت. إذا مشاهدينا تعرفنا على خياطتنا من البصرة وهي أم علي، وأم علي شفنا وضعها وهي كانت خياطة وكانت تملك ماكينة للخياطة، لكن الماكينة كثيرة العطلات وهي بحاجة إنه يعني تنضم لي مثل برنامجنا حتى تبدي بداية جديدة، وهي مشتاقة لعملها كخياطة، وشفنا وضعهم ووضع سكنهم كيف هو صعب. بالنسبة لخياطتنا أم علي احنا حاولنا نتصل بها لكن مع الأسف ما حصلنا الاتصال، بس احنا حابين نبشرها ان شاء الله انه راح تكون عندنا زياره ثانيه لك يا ام علي، وان شاء الله راح تكونين واحده من المشتركات ويانا في برنامج خيوط الخير. بالنسبه لام علي وام نور من دياله اللي تعرفنا عليهم ان شاء الله راح يكون لنا زياره ثانيه لهم ونسلمهم المشروع ونشوف تقارير حلوه عن 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 التسليم، واكيد نشكر كل مراسلينا اللي يعني صوروا لنا كل هذه التقارير، وان شاء الله يعني الخياطه ام عبد الله من النجف تستعيد نشاطها اكثر واكثر، ونتمنى كل الخير والموفقيه لبقيه الخياطات.